وتصيح المحمول فلال الكتايب. ليب عجل جيبوه يلي شايلينه، ليب عجل شلون وقفتها تكسر الخاطر واقفة تنظر الوالي وتصيح بعدك يا علي واضي بحالي. احنا بعد ضعنا وياش يا زينب، يا ناصر الاسلام يا سوري العالي، اطلب من الله الطيب وتردنا المدينة، اطلب من الله يا علي. وجابوا علي الكرار للبيت فجيعة، ومدوا على فراش المرض ركن الشريعة، وخرت على صدرة حنديك الوديعة، شافت معصب والدم مخضب جبينه، شافت فتح عيونه وسال دمه على الخدين. سكتوا الوديعة بالعجل يا حسن يا حسين، ما يقدر ما يقدر على ابوك زينب، قلبي تفطر من بكى فخر النساوين. ونادى على العباس يا حامي الضعينة، نادى على العباس جلد يا مؤمن تقدر تسمع شريد من العباس امير المؤمنين. يا علي يا ابا الحسن شو تريد من العباس؟ اوصيك يا عباس يا حلو الطبيعة، لا تضيع من بعد ترى هذه الوديعة. معذور ليه من طحت يا ابني على الشريعة، في كربلاء وزينب ودوها رهينة، في كربلاء وزينب. أوصيك يا عباس يا حلو الطبيعة، لا تضيع من بعد ترى هذه الوديعة. معذور ليه من طحت يا ابن على الشريعة، ضاعت يا علي ضاعت هذه الوديعة. معذور ليه من طحت يا ابن على الشريعة، في كربلاء وزينب ودوها رهينة، في كربلاء وزينب. يبكي لك المنبر يا حيدر يا حيدر، والتهاجي قتلتم الصلاة. يا الله إلهي بحق المولى المقدس أمير المؤمنين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فك أسرانا، غير سوء حالنا بحسن حالك، من على مرضانا بالشفاء العاجل. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. ونعم فؤس سبيل لازم، أرجو من الله بحرمة هذا الإمام
الله ياخذ عن كربلاء يطول عمره ان شاء الله. ساعة تصفي الواد من الحساب يقدموهم وتذكر العيا ينادي هاتف القدرة قفوهم وعن مراكي من ولاية للخلق من يسألوهم احنا بولاكم نعترف بسيما حبكم من عريف والعن ولاكم تنحريف بالسلاسل يسلكوهم بالسلاسل يسلكوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. فيا لك من رزء أطل بلوعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب غدا أصاب الدين سيف ابن ملجم فأردى عليا خير ماش وراكبي فراح عليه الروح جبريل ناعيا وطبق حزنا شرقها بالمغارب وظلت يتامى المسلمين نوادبا تحن حنين الثاكلات السواغب مدارسه أضحت دوارس بعده وليس بها غير الصدى من مجاوبي لما أنسرى فيه نعش وحفت به أبناء لوي بن غالب هو المرتضى في نعشه يحملونه أم العرش ساروا فيه فوق المناكب وما مر إلا وانحنى كل شاهق عليه وأهوت زاهرات الكواكب لقد دفنوا في قبره الدين والتقى وبدرا يجلي داجيات الغياهب فيا راكبا إن جئت طيبة مقبلا مجدا كوضم البرق بين السحائه أقم صدرها إن جئت أكناف طيبة يطيب بمعناها مناخ يا الركائه
نزلنا بي المصطفى في وصيه وقل يا أبا الغر الكرام الأطاي طعت وقاد ويلا قعدت وقاد بل المراد يسيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالي الفخار لفقده ومن بعده يفه للنوم حاربي فمحرابه لفقده محرب الأسن نعم المحراب ينادي أين علي بن أبي طالب المنابر تبكي على علي بن أبي طالب الدنيا تبكي على علي بن أبي طالب والكل ينادي وعليا حني حنين النيب وابكي يا محارب وعلى خطيبك يا منابر شقي الجه حني حنين النيب ونادي يا حزين اعلى امام اللي مضى وبتفارقين صلى الصبح عندك وصلاة الظهر وينه بدرج تحجب أباد ما يظهر ولا يغي حني ونادي وإمامي وإماما إعلى إمام خضبا وشيب من دمة ضعتي مثل ما ضاعت أطفال ويتامى اللي بناك وشيداك بالغصب والطين وزينب تنادي والدمع منها سحايب حيدر يا سيف الله ويا سهم الصايب موتك عجايب يا علي وكلك عجايب كيف المنية سهامها في مثلك الصيح ويلي يبجي لك المنبر يا حيدر يا حيدر والتهاجي ويبجي لك الجامع ويبجي وتبجي وتبجي خاطبة العي والدين اصبح يصفج بايده بس خلها خلها زين خلها خلها بس فجع الاسلام بموت علي بن ابي طالب فجع الإسلام بفقد علي بن أبي طالب عليه السلام فجع القرآن بموت علي بن أبي طالب القرآن الذي طالما صار ينوه بذكر علي بن أبي طالب كما ذكرنا إذ فقد علي بن أبي طالب هذه الشخصية الأعجوبة الشخصية المعجزة الشخصية القمة في جميع جوانبها فهو الوليد وله العظمة وهو في بطن أمه وإذا به عجوبة أبو طالب يقول لفاطمة بس نأتي على بعض لضيق الوقت
الأشياء التي تستدل بها يا محب علي بن أبي طالب من تحب. ما لي أراك كلما دخل عليك محمد بن عبد الله قمت إليه إجلالا فقالت يا أبا طالب الجنين الذي في بطني يلزمني القيام. لأن ماذا قال علي بن أبي طالب؟ أين الكتاب؟ أين من يحاولون أن يقللوا من إسلام علي فيقولون أنه أول من آمن من الصبيان، من الصبيان في الوقت الذي هو أول من آمن وأسلم من أمة محمد صلى الله عليه وآله، فهو الذي يقول آمنت بمحمد وآدم بين الطين والماء. علي بن أبي طالب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أبا طالب الجنين الذي في بطني يلزمني القيام، كما في بعض الروايات فاتكأ على كتفيها أبو طالب ليرى عظمة هذا الجنين، إذ كان يحدثها ويؤنسها. وعندما جاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وإذا بفاطمة بنت أسد تقف إجلالا، وإذا بأبي طالب يتنحى عن مكانه وقد كاد أن يسقط على ظهره، عندها علم مكانة هذا الجنين وما يكنه هذا الجنين لهذا الرجل القادم، رجل البشرية، قائد البشرية، مخلص البشرية، نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فهو جنين وله ميزات وله خصائص، ولعظمة هذا الولد ولقدسية هذا الولد أبى الله جل وعلا إلا أن يولد في أقدس بقعة وفي أول بيت جعل للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، شاء الله أن يطهر بيته من الأوثان، من دنس الأصنام، من براثن قريش بولادة علي بن أبي طالب بداخل البيت. شاء الجليل جل وعلا أن يطهر بيته بعلي بن أبي طالب بصاحب هذه الليلة، وإذا بفاطمة تقول جئت إلى بيت الله وطافت بالبيت وماذا قالت؟ اللهم انظر يا أخي، أختي المؤمنة، أخي المؤمن، انظر إلى عظمة هذا الرجل الذي جئنا لتأبينه هذه الليلة. ماذا قالت فاطمة؟ اللهم إني أقسم عليك بحق البيت ومن بناه وبحق الجنين الذي في بطني. وإذا بالكعبة كرامة لعلي بن أبي طالب، يا من تلومني في حب علي، يا أعداء علي ويا محبي علي، الدنيا كل الدنيا، وإذا بالكعبة كرامة لعلي بن أبي طالب قد انفلقت نصفين. صلوا على محمد. دخلت فاطمة، الرواية طبعا انت تدريبها وهي في قلبك، مخطوطة في قلبك، في مسامعك، في دمك. وإذا بالكعبة تعود كما كانت، تمكث فاطمة 3 أيام، في اليوم الرابع تخرج وعلى يديها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول صوت يطرق مسامع علي بن أبي طالب صوت النبي محمد صلى الله عليه وآله. فينشأ هذا الولد في كنف رسول الله، النبي محمد صلى الله عليه وآله، إنما رباه النبي. عندما أملق قريش وأعلن حالة التقشف أخذه رسول الله، العباس أخذ جعفر،
أمير الرسول الأكرم أخذ علي بن أبي طالب، وإذا بعلي في السن السادسة يتربى في حجر رسول الله، يأخذ من نمير علم رسول الله، يتأدب بآداب رسول الله، بأخلاق رسول الله، وهو الذي قال صلى الله عليه وهو الذي قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كنت معه القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل، حتى كنت أسمع طنطنة جبرائيل عليه السلام عندما جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. ففجع الإسلام في مثل هذه الليلة بفقد هذه الشخصية العظيمة. عظيم في طفولته، علي كبير وهو زوج وهو أب وهو حاكم وهو خليفة، في كل جوانب حياة علي بن أبي طالب عليه السلام رجل عظيم، ولا ينادى بهذا النداء الذي اقشعرت له الأبدان وسالت له الدموع وانطوت له القلوب إلا لعلي بن أبي طالب، لأنه يستحق هذا النداء من جبرائيل، لأن جبرائيل طالما صار يتغنى وينادي بعلي بن أبي طالب: ضربة علي لعمر، أو لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذي الفقار. وعندما ضرب علي بن أبي طالب كما مر عليك نادى: تهدمت والله. ومن عند جبرائيل لا يحرك ساكن ولا يقوم بشيء ولا يتفوه بكلمة ولا ينادي بنداء إلا من عند الله: يا جبرائيل نادي بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى. فأمر من الله: نعم لقد تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، وإذا بمولانا أمير المؤمنين. هذا الطود الذي لا يصمد أمامه العدو. فاقرأ سيرة علي بن أبي طالب الذي جدل الأبطال وفرت الأبطال من بين يديه. معاوية ويا مروان قاعدين، كل واحد يحر الثاني لمقارعة علي ويوبخ الثاني على جلوسه في الخيمة. وإذا بمعاوية يعير عمر بن العاص عندما كشف، أخزاه الله عندما كشف عورته أمام وجه علي بن أبي طالب، خوف من سيف علي، ذلك لأن علي بن أبي طالب إذا ضرب لا يثني بضربته، يقد الفارس نصفين. حتى قالوا في بدر أو في بعض المواقع: الذين جرحوا يكلمهم يجونهم: من قتلك؟ يقول: قتلني علي بن أبي طالب، فيخر في الأرض نصفين، قد ضربه علي بن أبي طالب بسيفه. إذن فالأمة الإسلامية فجعت في مثل هذه الليلة بفقد هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الحق. قلنا البارحة طالما قال فيه رسول الله: علي مع الحق، الحق مع علي. كنت في هذه الليلة أود أن عندي موضوع متواضع عن الولاية، ولكن لضيق الوقت نؤخره لليلة القادمة إن شاء الله. وإذا بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الليلة، هذا العظيم، هذا الجبل، وإذا به بأبي وأمي على فراش مرضه. يقول محمد بن الحنفية في ليلة 21: يئسنا من علي بن أبي طالب، ذلك لأنه يقول بات في مثل هذه الليلة في أكثر أوقاتها مغمى عليه، فإذا ما أفاق لا يفيق إلا قليلا، يهلل ويكبر ويقدس وذاكر حتى يغمى عليه. ولكن المصيبة، كل المصيبة في قلب أم المصائب زينب عليها السلام، أقيلة الطالبيين. وطبعا أشر الجماعة قبل المصيبة: أخواني أعينوا الفقراء والضعفاء والأعمال الخيرية. لا تقصروا في حق الفقراء، إذا تروح إلى النجف أو إلى الكوفة رزقنا الله وإياكم، يقول لك المزور: هاي حجرة الحسن، هاي حجرة الحسين، ثم يقول لك: هذه حجرة اليتامى. جعل حجرة لليتامى وللفقراء والمساكين. ف
فتذكروا هذه العناوين في حياة علي بن أبي طالب، واحذوا حذو علي بن أبي طالب في عطائكم للفقراء والأعمال الخيرية. لا تأخرون، رحم الله والديكم، ماكو وقت. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد. ثاني على حب علي بن أبي طالب عليه السلام. ثالثة، أعادكم الله على مثل هذه الليلة. بن فايز كما ذكرنا في أبياته يقول بلسان حال زينب عليها السلام: ماذا تخاطب أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة وهو مغمى عليه لا يحرك ساكنا؟ يقول: لو كلك عجايب يا علي وموتك عجايب، أنت قاتل مرحب، أنت قاتل عمرو بن ود، أنت قاتل الفارس العنكبوت، أنت قاتل كذا كذا، أنت فر الأبطال من بين يديك، فكيف أثرت فيك هذه الضربة؟